السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف الحال؟ طيبين، حياكم الله. في هذا المقطع إن شاء الله راحين نتحدث عن أشياء مهمة جدا، أو شيء مهم اللي هو موضوع اللي الفترة الأخيرة اللي بعد حصل منها بند، وطبعا عن المشكلة اللي حصلت عندي قبل أسبوع. أتكلم قبل أسبوع تبند حسابي في البلاي ستيشن 4، وراح نتكلم شو الأسباب اللي صارت مع هذا الشيء. المهم، أول حاجة راح نتكلم فيها اليوم عن موضوع اللي هي بيع ألعاب البلاي ستيشن بلس كولكشن مع حساب البلاي ستيشن 4، ولهذا السبب تم إغلاق الكثير من الحسابات. طبعا انتشار هذه الظاهرة بين مستخدمي أجهزة بلاي ستيشن 5 مؤخرا متعلقة بألعاب بلاي ستيشن بلس كولكشن. طبعا هذه الكولكشن اللي هم 20 لعبة التي وفرتها سوني لمشتركي البلس على الجهاز الجديد، وهي إمكانية تفعيل هذه الألعاب أيضا على جهاز البلاي ستيشن 4 من خلال ربط أحد الحسابات العشوائية مع الجهاز. طبعا هذه الخطوة مكنت الكثير من المستخدمين من تفعيل ألعاب البلاي ستيشن بلس كولكشن على حسابات متعددة يمكن تشغيلها على جهاز البلاي ستيشن 4. يعني هذه الألعاب راح تشتغل على البلاي ستيشن 5، كذلك يخلوها تشتغل على البلاي ستيشن 4، ويبدو أنها أغرت البعض لاستخدامها لأغراض تجارية من خلال ربط حسابات البلاي ستيشن 4 مع البلاي ستيشن 5. يعني سوني مبدئيا كانت مو مهتمة في الموضوع لما كان اللاعبين اللي هم ما عندهم جهاز بلاي ستيشن 5 فراحوا عن طريق البلاي ستيشن 5 وعملوا الحسابات. يعني إذا كنت أنا أعرف صديقي أقدر أخلي صديقي إنه إيش يفعل حسابي عنده ويعطيني الألعاب البلاي ستيشن 5 داخل حسابي. طبعا احنا نعرف إنه الحساب البلاي ستيشن 5 وحساب البلاي ستيشن 4 مرتبطة مع بعض، وكذلك البلاي ستيشن بلس مرتبط مع الجهازين. يعني سوني ما راح تضغط عليك وتقول لك انت دام انك انت موجود على البلاي ستيشن 4 وعندك بلس لابد انك تفتح بلاي ستيشن بلس على البلاي ستيشن 5، لا، هي عملت دمج لهذا الموضوع، فباستطاعت ان اللاعبين يستفيدوا من هذه الحركة انه اذا انت عندك البلاي ستيشن 5 راح تربط حساب البلاي ستيشن 4 بالفايف، وكذلك راح تحصل على الالعاب البلاي ستيشن كولكشن اللي هي 20 لعبة. طبعا من خلال هذه الحركة اوكي راح تتفعل الالعاب وتصبح متاحة على الحساب الجديد، وبعد فصله يمكن اعطائه لاي شخص ليستفيد من العاب الخدمة على جهاز البلاي ستيشن 4 الخاص به، حيث بدأت تظهر حتى على بعض المتاجر قاموا انهم يعملوا نفس الحركة انهم عن طريق حسابهم الخاص يفعلوا حساب جديد على البلاي ستيشن 5 وبعدها ياخذوا الالعاب تبع البلاي ستيشن بلس ويفعلوها على البلاي ستيشن 4، وكذا اصبح في حساب موجود فيه 20 لعبة ويعرضوا للبيع واكسب من وراء هذا وراء هالحركة. يعني طلعوا الجماعة بزنس. على ما يبدو سوني استفاقت على هذا الشيء، وعلى ما يبدو ان سوني قد بدأت بالتنبيه اللاعبين على عدم استخدام هذه الحركات، او بمعنى اخر الحركات الغير عادلة للخدمة من قبل بعض اللاعبين، وهذا ما بدأ لنا من خلال التقارير التي بدأت تنتشر على الانترنت من بعض المستخدمين الذين استخدموا الخدمة لهذا الغرض الغير قانوني. طبعا واضح في الصورة انه الصاحب اعطوه بند. حسب ما علمنا به فقد تم حجب معظم الحسابات التي تم تفعيل اللي فيها يعني العاب البلاي ستيشن بلس كولكشن، وتم إعطائها للمستخدمين آخرين. وحسب موقع جيمر برافيس الذي نشر عدة صور لعدة مستخدمين تم إغلاق حساباتهم خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة تلك الحسابات التي يتم بيعها عبر الإنترنت. يعني هنا الموضوع صار واضح جدا أنه الحركات هذه ما راح تمر على سوني، ولكن هذه الحركات راح تعمل مشاكل مع بعض المستخدمين اللي هم عندهم أكثر من حساب مفعلينه. فأتمنى أن سوني تراعي هذا الأمر، ولازم أنها قبل أن تعطي حظر لأي حساب تتأكد أن هذه الحسابات حسابات نظيفة. فأنا عن نفسي عندي تقريبا 3 حسابات أو 4 حسابات، فبالنهاية أني أجي أحصل باند بسبب أني عندي أكثر من حساب، هذه نفس الشيء فيها مشكلة. بس أرجع أنوه أن سوني راقبت هذا الأشخاص اللي كانوا يبيعوا حسابات. يعني مثل ما تكلمنا سابقا عنده بلاي ستيشن 5 يفتح لحساب بلاي ستيشن 4 فيعمل دمج، بعد ما يعمل دمج في الحساب ينزل الألعاب البلاي ستيشن بلس كولكشن على الحساب،
وبعدها يعرض الحساب هذا للبيع. حتى هذه اللحظة لم تصرح سوني بأي تصريح حول الأمر، ولكن شكاوى إغلاق كثير من الحسابات يعني صار منتشر، وهذه حاجة صراحة قوية جدا. يعني أنا واحد من الأشخاص اللي متضررين، خلونا الحين أنا أتكلم عن الموضوع هذا، لكن أنا موضوعي قبل أسبوع وليس قبل يوم. شو اللي حصل؟ اللي حصل طبعا أنا عملت مقطع استعرض فيه انبوكسينج تبع البلاي ستيشن 5. طبعا هذا البلاي ستيشن 5 حق صاحبي في القناة اللي هو هيونيكن أعطاني الجهاز وعملت له انبوكسينج. بعد ما عملت له انبوكسينج دخلت بحساباتي على البلاي ستيشن 5 ولعبت على البلاي ستيشن 5، وكذلك عندي حساب اوريدي في بلاي ستيشن بلس اللي هو حسابي العماني اللي هو يعتبر الحساب الثاني، وعندي حساب ثاني رئيسي اوروبي. شو اللي حصل؟ اللي حصل انا فعلت الحساب العماني اوكي، ودخلت في البلاي ستيشن بلس وفعلت الالعاب نزلتهم، ان انا عندي يعني اوريدي عندي بلاي ستيشن بلس على البلاي ستيشن 4، فدخلت واخذت ال 20 لعبة بدون اي مشكلة. وبعدها دخلت تقريبا على لعبة معينة تقريبا، وبعدها طلعت عملت اكزيت حق الحساب وحذفته من البلاي ستيشن تبع صاحبي، وكذلك دخلت الحساب الاوروبي. الحساب الاوروبي طبعا ما في بلاي ستيشن بلس، حلو، لا يوجد في بلاي ستيشن بلس. وكذلك دخلت الستور ولكن ما عملت بيرتشيز على اي لعبة. تمام، شو اللي حصل؟ اللي حصل اني انا لعبت ردد داخل البلاي ستيشن 5 بالحساب مالي، بعد ما لعبت فيها وكل حاجة عملت اكزيت وطلعت من الحساب وحذفته من البلاي ستيشن 5 اللي هي تبع صاحبي. طبعا انا ما عندي بلاي ستيشن 5، فقط للتنويه انا ما عندي بلاي ستيشن 5، ولكن اخذت البلاي ستيشن تبع صاحبي عشان استعرضها في القناة، عشان بعض المتابعين يفكر يمكن انا عندي بلاي ستيشن 5. فهنا تقريبا بعد تقريبا 24 ساعة جاني باند. احاول ادخل عن طريق الايميل في الحسابات، عن طريق الجوجل، عن طريق البلاي ستيشن، عن طريق التليفون، فبدون فايدة. ما قدرت ادخل حسابي نهائيا، ما قدرت ادخل. فكانت المشكلة هنا انه سوني، كذلك انا رسلت ايميل لسوني، سوني لا اجابة. طبعا مبدئيا انا حسبت ان حسابي تهكر، ولكن اتضح ان حسابي غير مهكر، والدلالة ان لما انا احاول اعمل ريسيت الباسورد يعطيني ريسيت الباسورد وارسل، او موقع اللي هو موقع البلاي ستيشن يرسل ايميل للايميل تبعي الخاص، ولكن للاسف الرسالة هذه لا تصل. لذلك حسابي الرئيسي اللي هو الحساب الاوروبي واللي هو ما في بلاي ستيشن بلس مغلق حاليا، والاسباب مجهولة، ما اعرف فيها اي شيء. والبعض يسأل ليش انت ما تبث ردد، ليش ما بتردد؟ انه حسابي مغلق. طبعا انا عندي حساب على الكمبيوتر، الكمبيوتر فيه الاصلاح، ولكن خلاص الكمبيوتر تم اصلاحه، ولكن كلها ايام ونبدا ان شاء الله نشتغل الشغل الاحترافي عن طريق الكمبيوتر الاساسي. طبعا انا حاليا استخدم الكمبيوتر القديم وفي بعض المشاكل، وكذلك الكمبيوتر القديم ما يصلح اني اشغل فيه لعبه ردد، انه اوريدي انا عندي حساب ردد على البي سي. تقريبا كل هذه الامور اللي حصلت في الفتره الاخيره، وحبيت اني اتناقش فيها معكم ونخبركم، وان شاء الله القادم افضل. الحمد لله على كل حال، وشكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقاطع. حياكم الله، كان معكم حميد فوكس من قناة أوبي جيمرز.